ينظم عشرات النشطاء من حركات اليسار الإسرائيلي ومتضامنين أجانب وقفة أمام مدخل الحي الشيخ جراح في القدس المحتلة رفضا لسياسة التهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد سكان الحي. وتنضم إلينا من الشيخ جراح مراسلة الغد إيمان جبور. إيمان، ضعينا بكل التفاصيل لديك. نعم، نحن الآن متواجدون في حي الشيخ جراح. هو يوم هادئ نسبيا يمر على مدينة القدس رغم هذه المظاهرات أو الوقفات، ولكن الآن في حي الشيخ جراح كما جرت العادة في كل يوم جمعة يصل إلى هنا بعض الناشطين من قوى اليسار اليهودية وأيضا المتضامنين الأجانب للتضامن مع سكان الحي ولرفض سياسات الاحتلال والتهجير القسري لسكان الحي. الآن حي الشيخ جراح لا يزال الوضع هنا على حاله، لا تزال الشرطة تنصب حواجزها على مداخل الحي فيما يشبه يعني نوعا من أنواع الحصار المفروض على أهالي الحي. بالنسبة للإجراءات القانونية أو القضائية، الآن الملفات جميعها في قضية تهجير الأهالي في حي الشيخ جراح مجمدة، ريثما تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن العائلات الأربع المهددة بالطرد من بيوتها. وكانت هنالك فقط للتذكير عرض للوصول إلى اتفاق ما بين شركة المستوطنين التي تريد طرد الفلسطينيين وما بين سكان الحي، كان قد رفضها سكان الحي، ولكن الجلسة في هذا الأمر لم تبت حتى الآن بقرار نهائي بشأن هؤلاء الأربع عائلات، وبالتالي كل باقي القضايا مجمدة إلى أن نعلم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن هؤلاء الأربع عائلات. الآن ربما نرى هذا التجمع من خلفنا، ستبدأ بعد قليل هذه المظاهرة بشكل عام تجوب بمسيرة شوارع حي الشيخ جراح. وفي الأسبوع الماضي كان هنالك اعتقال لأحد الناشطين الفلسطينيين المقدسيين على خلفية حمله للعلم الفلسطيني، وقد تم إبعاده أسبوعين عن حي الشيخ جراح. قبل ذلك طبعا كما ذكرتم كان هنالك مسيرة إسنادية للأسرى في المسجد الأقصى المبارك، جابت هذه المسيرة باحات الأقصى جميعها، وكانت قد فضت قوات الاحتلال المسيرة دون استخدام القوة المفرطة. كان هنالك توقيف لبعض الشبان على أبواب المسجد الأقصى للتحقيق، وربما بعد ذلك أيضا لاعتقالهم واستكمال التحقيقات. ولكن بشكل عام يمكن القول بأن يعني يوم هادئ نسبيا يمر على القدس رغم التأهب الكبير والانتشار الكثيف لقوات الاحتلال في القدس منذ يعني ساعات الفجر ومنذ صلاة الفجر. ولا ننسى بأن أيضا هذه الأيام تصادف الأعياد اليهودية، وبالتالي يعني تحاول قوات الاحتلال بأن تحافظ على الهدوء في القدس الشرقية، خاصة أيضا لأن هنالك مواجهات في الضفة الغربية أيضا على خلفية قضية الأسرى. من حي الشيخ جراح كنت معنا مراسلة الغد إيمان جبور، شكرا لك.